السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم. اخباركم ايه؟ النهارده كنا في المسجد اسمه مسجد قباء، وكنا في كتب كتاب واحد من اصدقائي اللي في بريطانيا، وهو اساسه من قارة اسيا مش من بريطانيا، وكان جاي هنا بس لمجرد الدراسة، يدرس لمدة شهرين، وتاني شهر كان لي أسرة، يعني بعض ناس من عيلته ساكنين هنا في بريطانيا، فرتبوا لأنه هو يقابل البنت اللي تزوجها بعد كده، وفي خلال شهر بقوا زوج وزوجة. فشوف سبحان الله الدنيا بتيجي ازاي. فعاوز ادي شوية نصايح كده اتعلمتها هنا. قعدت معاه، هو لسه صغير قوي سنه، مش عارف في 24 25 سنة، حتى قلت له انا سني قد ايه، قال لي اديك 24 25 سنة 26 سنة، قلت له لا انا اكتر من كده، فقال لي لا مش باين عليك خالص. قلت له طيب اديني نصيحة وانا هديك نصيحة. قال لي نصيحتي ليك ان الجواز ده مكتوب زيه زي الولادة وزي الوفاة، فزي ما معروف تاريخ ولادتك وتاريخ وفاتك معروف تاريخ جوازك. واحد لاح النبي صلى الله عليه وسلم، ده والد العروسة اللي واقف هناك ده. الناس هناك بقى فرحانين، كان في وليمة جميلة بقى واكل جميل بقى من بنجلاديش والهند وباكستان، عارف انت الافلام الهندي بتاعت بوليوود سينما والحاجات دي، الجو وناس بقى طيبين جدا، والاسلام هنا واخد حقه، يعني ناس محترمين جدا وطيبين جدا. فقال لي يا دكتور رامي، تعرفت عليه وبتاع واشترك على الصفحه، قال لي هاف جو 1 مليون فولورز، ما شاء الله. طب كويس، قلت له طب كويس اشترك بقى على الصفحه، لو كده بقى هبقى اعمل فيديوهات اتكلم فيها عن موضوع الجواز. فاهم حاجه اتعلمتها ان انت الجواز ده مكتوب زيه زي الولاده زيه زي الوفاه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت الحديث ده، قال يا رسول الله ادعو الله لي ان يزوجني فلانه، كان عايز يتجوز واحده بالاسم يعني. فقال والله لو دعوت الله لك انا وجبريل وميكائيل وحمله العرش ما تزوجت الا بمن كتبها الله لك، الا لمن كتبها الله لك. فكده كده مهما عملت مش هتتجوز الا اللي ربنا كاتبها لك. دي رقم واحد. رقم اتنين، don't plan so much، ما تقعدش تخطط كتير 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 كتير، سيبها لله يخططها لك، لما ربنا يخططها هتيجي جميله قوي. فانت سيبها لله. والراجل بيقول لي كنت جاي هنا ادرس، بعد كده مش عارف عيلتي اتعرفوا على العيلة دي، وبعدين رتبوا، وبعدين شفتها، وبعدين لقينا الافكار متقاربة، وسمعت الخطبة بتاعت النكاح في المسجد عجبتني قوي. قال في ثلاث خطوات، affection وprotection وdedication. دي خطبة بقى بالانجليزي عن النكاح، هنعمل ايه هشرحها لكم. affection يعني تبقى affected by her and she is affected by you، يعني انتوا الاتنين متأثرين ببعض وحابين بعض ونفسكوا تبقوا مع بعض والافكار متقاربه، ما تجيبش واحده بعيده عنك وتقربها ليك، خد اللي شبهك على طول، وده الافضل، شبهك فكريا شبهك اجتماعيا. تاني حاجه، بعد ما تبقوا خلاص قربتوا لبعض وكويسين وحصل ان في تلاقي كده فكري وتلاقي ربنا جعل بينكم موده، بروتكشن بقى، انت تحميها وهي تحميك، انت تحميها ما تتك، خد بالك منها، احمي عرضها، احمي صوتها، احمي بيتها، احمي مالها، احمي، يعني انت مسؤول عن كل حاجه فيها، كلكم راع وكلكم مسؤول، كمان هتتسأل. وهي نفس الكلام، تحافظ عليك، تحافظ على اولادك، تحافظ على بيتك، تحافظ على مالك، ما تطلعش سرك، ما تحكيش كل حاجه بره، بروتكشن. وتالت حاجه ديديكيشن بقى، انك تبقى ديديكيتد ليها. يعني انت زمان كنت مثلا بتخرج مع اصحابك، ما تجيش بقى زي العبيط كده تقوم خارج مع اصحابك، لا انت بقى ليك زوجه وبقى ليك بيت وبقى ليك عيله، الموضوع ما بقاش تهريج زي الاول. فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده. وان اكثر الجواز بركه ايسرهن مهرا، او ايسرهن يعني ذا ليست اكسبندتشر، اقل تكاليف في الجواز هي دي اللي فيها بركه. يبقى الجواز بتكلفه بسيطه زي النهارده كده، ما كانش فيه مثلا فرح في قاعه، لا هم خدوا المسجد وعملوا كتب الكتاب، وبعدين خدوا قاعه تانية في المسجد عملوا فيها وليمه، والناس كلها كلت وانبسطت، والعريس كان محترم قوي، هنزل صورته كمان شويه، من الناس الجمال جدا، لابس كده لبس اسلامي ولسه بقى حافظ القران وبيدرس بيزنس ادمنستريشن، ولابس الجلابيه واللبس البتاع فوقيها جاكيت كده بترتر كده شكله جميل، وسنه لسه 24 25 سنه. حاجه تفرح يعني، مبسوط قوي ان انا قابلته في اليوم ده. فاهم حاجه، رقم واحد ما تزعلش، رقم اتنين ما تحزنش وتدور وتتعب، رقم ثلاثة ودي اهم حاجه توكل على الله، لان اللي ربنا كاتبه هيكون. ده مسجد اسمه شاه جلال، مسجد من المساجد الجميلة هنا أوي.
اصلي فيه العصر كمان شويه، ومفروض ادوني دعوه لان انا اديهم درس بعد العصر كده في عظمه الله في خلق الانسان، فهنتكلم عن القلب. شاه جلال موسك. المهم، فسيب كل حاجه لله، ولما تسيبها لله والله العظيم ربنا بييسرها بطريقه عجيبه، وبتلاقي كل حاجه مشيت بطريقه عجيبه، وبتلاقيها جت في سكه من حيث لا تحتسب. واهم حاجه امشي على اللي ربنا قاله واللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لان هو ده لو مشيت عليه تسعد وربنا يبقى راضي عنك وفرحان بيك. فارضي ربنا، اعمل الخير، حافظ على زوجتك، احمد ربنا، سارع بالجواز. ما انا بدعو الاباء والامهات، ما تجوزش ابنك وهو عنده 30 سنه 35 سنه، خلص على طول، اتخرج بقى عنده 24 25 سنه وقدر يمسك وظيفه بسيطه يصرف بيها على نفسه، والله ربنا هيغنيه. ان تكونوا فقراء ان يكونوا، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فاحد اسباب الغنى هو الجواز. عايز تختني ويبقى معاك فلوس كتير، اتجوز. الجواز هيخليك تختني ويجيب لك فلوس كتير والله العظيم. الجواز هيخلي يجي لك رزق كتير. لو انت رزقك 100 جنيه هيبقى 200 جنيه، هيبقى 300 جنيه، جالك عيل هيبقى 400 جنيه، ربنا بيبعت الرزق. الرزق مش على قد شغلك، الرزق على قد اللي مكتوب لك. فاللي مكتوب لك هيزيد لو انت اتجوزت. الجواز من الحاجات اللي بتخلي الواحد يختني بسرعه. ادعوا لي بقى ربنا يرزقني الزوجه الصالحه فاختني بسرعه. وفي الاخر ربنا بيبعت لك مال حلال، لانه بيبعت لك رزق البنت اللي بقت عندك ورزق الاولاد اللي بقوا عندك. فدايما سيبها لله، زي ما ربنا كتب لك ميعاد ميلادك هيكتب لك ميعاد جوازك، هيكتب لك ميعاد وفاتك، كله مكتوب، بالذات البنات اللي اتاخرت في الجواز. اسعى بالدعاء، لانك لو قعدت تدور 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 ممكن تقع في اوحش واحده في الدنيا. اسعى بالدعاء، اسعى بالدعاء، اسعى بالدعاء. واحد كاتب لي استاذ ابراهيم شافعي، عروستك عندي ولن ارهقك شيئا. يا سلام. مش عارف، انا حاسس في مصر الدنيا ما بقتش ماشيه كده، الدنيا بقت ماشيه شويه بالفلوس، هتدفع كام ومؤخر كام ومقدم كام ومهر وقايمه وشبكه وعفش. سبحان الله، للاسف بقت كده بشكل كبير. اتمنى انها ما تكونش كده، اتمنى ان انتوا تسهلوا على الولاد. الدنيا بقت غاليه جدا في مصر، الدنيا بقت غاليه جدا 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 في مصر، بلاش، وفي كل الدول يعني، وفي كل الدنيا. فسهلوا، سهلوا، الدنيا ماشيه بسيطه، سهلوها، سهلوا الجواز، عفش بسيط، شقه بسيطه، المهم يبدا يبني بيته، احسن ما يبقى عنده 35 سنه 40 سنه وهي عندها 28 30 سنه 32 سنه وما اتجوزتش، ومستنيه العريس اللي معاه شقه بتاعته وعربيه بتاعته وشغلانه بتاعته وشركه بتاعته. في الاخر ممكن اغنى واحد يفتقر وافقر واحد يختني، اهم حاجه اخلاقه ودينه. اذا جاءكم عندكم انتوا كرجاله اختار اللي عندها الدين. تنكح المراه لاربعه، لدينها ولجمالها ومالها وحسبها ودينها. فممكن يبقى عندها عيله كبيره، وممكن يبقى عندها شكل جميل، وممكن يبقى عندها فلوس كتير، وممكن يبقى عندها دين كبير. خد اللي عندها دين، الباقي كله صفر، الدين واحد. لو خدت المال هيبقى صفر، الحسب صفر، لكن لو خدت الدين هيبقى واحد. حط جنبيه بقى الجمال يبقى 10، حط جنبيه المال يبقى 100، حط جنبيه الحسب يبقى 1000، لكن لازم الواحد يتحط الاول. فيبقى عندها الدين. الدين معناه ايه؟ مش انها بتصلي، بتصلي، بتلبس واسع، بتحترم ابوها وامها، مؤدبه، عارفه حق جوزها، عارفه ان لو ابوها زعلته ربنا يغضب عليها لان واجب عليها بر الوالدين، وعارفه ان لو جوزها زعلته زيها زي ابوها، بل انه بعد الجواز بيبقى اعلى من ابوها. لو ابوها قال لها روحي كده وجوزها قال لها روحي كده تسمع كلام جوزها، وفي نفس الوقت جوزها يطلب منها المستطاع، ما يقولهاش ما تروحيش لاهلك يعني ويقاطعها، بس طول ما هي بتطيع جوزها لله ربنا يرفع قدرها. النساء راحوا للنبي وبعتوا واحده من النسوه يعني، وقالوا يا رسول الله ده الرجاله خدوا الاجر كله، بيروحوا معاك الحروب ويروحوا معاك الجهاد ويطلعوا معاك الحج وصلاه الجماعه والغزو وكل حاجه واحنا نايمين في البيت، المفروض نطلع بقى معاك احنا كمان. فقال لها قولي لهن ان حسن تبعل المراه لزوجها يعدل كل ذلك. لما تعامل جوزها كويس زيه زي الجهاد والحج وصلاه الجماعه وكل ده مع النبي. شوف ازاي بقى. وفي حديث جميل قوي للبنات يخلي البنت تدخل الجنه بسهوله، ساعات اتمنى ان انا اكون بنت عشان الحديث ده بس. اذا صلت المراه خمسها، يعني لو صلت الخمس صلوات، وصامت شهرها، يعني صامت شهر رمضان، واحصنت فرجها، واطاعت زوجها، شوف بسيطه خالص اهي، مش تدخل الجنه،
قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. شوف الجمال، فحاجة جميلة أوي. يعني البنت اللي ما اتجوزتش، اتجوزي عشان تلاقي واحد كويس مؤدب تطيعيه في رضا ربنا فيساعدك تدخلي الجنة. عشان كده لما حد بيسألني مثلا أنت عايز عروسة عاملة إزاي؟ أقول له عايز واحدة تساعدني أدخل الجنة، بس مش عايز حاجة أكتر من كده. عايز واحدة أرضي ربنا فيها وترضي ربنا فيا. عاوز واحدة تعيني على طاعة الله. عاوز واحدة تصحيك صلاة الفجر مش أنت اللي تصحيها. عاوز واحدة تشوفك حاجة كبيرة وتبقى مؤدبة ومحترمة وشايفاك أحسن حاجة. زي الراجل البسيط اللي قابلته، واد شاب 25 سنة رفيع وبسيط وبيدرس بيزنس ادمنستريشن جاي من بنجلاديش لحد هنا بقاله شهرين. عيلته كانت تعرف عيلة حد هنا وقابلوه بالبنت، والبنت هنا بريطانية يعني من بنجلاديش بس عايشة هنا ومولودة هنا فمعاها الجنسية البريطانية. تعرف عليها، عنده الدين حافظ القرآن، هي عندها الدين حافظ القرآن، خلاص هو ده المهر. وبسهولة جدا خدوا بيت، مش لازم يكون الشقة بتاعته، بيت إيجار ب 300 400 500 باوند، يعني 400 جنيه استرليني، يعني 7 8 10,000 جنيه مصري وخلاص. بسيط أبسط مما يمكن. تصعبوهاش بقى وتخلوها، فالولاد تطفش والبنات تعنس، صح ولا غلط؟ مين اللي موافقني في هذا الرأي؟ والراجل مكانه الشارع، مكانه الشغل، ما لاقيش راجل قاعد لي في البيت ويقول أصل مش لاقي وظيفة. السوريين لما جم مصر عرفوا يعملوا مشاريع ووظايف، فاشتغل وظيفة، ما لقيتش وظيفة اشتغل اتنين، اشتغل تلاتة، بس ما تشغلش مراتك بقى وتشغلها لي من الصبح لاخر النهار، وتيجي اخر النهار تيجي البيت تعمل اكل وشرب وتتبهدل، ما تبقاش شغاله بره وجوه وتقول لها ما عملتيش الاكل ليه، ما هي شغاله زيك، حرام عليك. ما تشغلش مراتك، خلي مراتك اميره تقعد في البيت، اه تتعلم ويبقى معاها شهاده للعلم لنفسها ولولادها، لكن ما تشغلهاش بالعلم ده، ما تمسكهاش تبهدلها وتصحيها من 7 الصبح تعمل سندوتشات للعيال وتفطرك زي الباشا، وبعد كده تنزل هي تلبس وتروح شغلها تتبهدل في المواصلات في الشارع وترجع تاني تخدمك وتعمل لك الغدا والعشاء، حرام عليك. ربنا خلقها لك جوهره في البيت، حافظ عليها في البيت، وانت اتبهدل في الشارع ان شاء الله تشتغل للفجر، بس حافظ عليها في البيت. وبزعل برضه من اللي بيتجوز ويسافر ويسيب مراته. ليه؟ خدها معاك، رحت السعوديه، رحت امريكا، رحت الهند، خدها معاك، ليه تسيبها؟ وتجي لها كل 8 شهور ولا كل سنه مره؟ حرام عليك يا راجل، ده انت لو بتجاهد في سبيل الله مش هتقعد سنه. حرام عليك، يعني لا، حافظ على زوجتك فانهن اسيرات عندكم. وانت حافظي على جوزك فلما ترضيه ربنا يرضى عنك. لما واحد قال لمراته ما تطلعيش ايام النبي، وبعدين جم قالوا لها ده ابوكي تعب، قالت لا ده انا جوزي قال لي ما تطلعيش، ده ابوكي بيموت، ده انا جوزي قال لي ما تطلعيش، ده ابوكي مات، ده انا جوزي قال لي ما تطلعيش، ده ابوكي بيتدفن، ده انا جوزي قال لي ما تطلعيش. لما راحوا للنبي قال لها ده ربنا غفر لابوكي بطاعتك لزوجك. فطيعي زوجك وخليكي حلوه معاه، يمكن ده اللي يدخلك الجنه. وحافظ على مراتك وراعيها واصرف عليها وخليك راجل، ما تبهدلهاش وتلففها، يمكن دي اللي تكون سبب في دخولك الجنة. وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها. في الست سكن وجعل بينكم مودة ورحمة، ودي حاجة من عند ربنا، معجزة. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي آية من آيات الله أنه يخلي الاثنين يحبوا بعض وهم ما يعرفوش بعض قبل كده. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خلي بينك وبين مراتك شورى، يبقى في شورى، تتشاوروا هنعمل إيه، هنسافر فين، هنروح فين، هنودي العيال مدرسة إيه، هناكل إيه، هنشرب، يبقى في شورى، مش كل حاجة رأيك أنت أو كل حاجة رأيك أنت، خليكوا دايما كده في مشورة بس. وخلوا كل يوم في ملائكه في البيت. طب اتصل بالملائكه على نمر، يعني الملائكه نمرتهم كام، تليفون الملائكه كام عشان اخليهم يجوا البيت. الحاجه الوحيده اللي تجيب الملائكه في البيت كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي كل يوم في صفحه قران، حديث كده من احاديث النبي، هات كتاب اللي كنا بناخده زمان في المدرسه رياض الصالحين، في احاديث صحيحه، اقرا الفضائل، فضل قراءه القران، فضل بر الوالدين، فضل صله الرحم، فضل قيام الليل، فضل صلاه الاستخاره مثلا، واقرا كده آية وحديث، آية وحديث، تقوم الملائكة تيجي بس وخلاص. هتلاقي الشياطين مشيت ومفيش خناقات في البيت. وأنت داخل البيت قول سلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، حتى لو مفيش حد في البيت. الشيطان يمشي. تيجي تاكل تقول بسم الله، الشيطان يقول مالناش مبيت ومالناش عشاء. لكن لو دخلت ما قلتش بسم الله وما أكلت قلت بسم الله، الشيطان يقول حلو قوي ده في مبيت وفي عشاء. ويبقى الشيطان في البيت، وأنت عارف بقى لما الشيطان بيبقى في البيت بيحصل إيه؟ مع نفسك بقى. فبسيطة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت داخل. أول حاجة كان النبي يبدأ بها السلام،
سلم على أهل بيتك تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، ولما تاكل بسم الله بس وخلاص. الموضوع بسيط يا جدعان. شيروا الحلقة دي للمتزوجين جداد بعد كتب الكتاب اللي حضرته في المسجد، كان يوم جميل قوي. عقبالي لما ربنا يرزقني الزوجة الصالحة اللي تعيني على دخول الجنة وعينها على دخول الجنة وارضي ربنا فيها وترضي ربنا فيها. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل من انجلند في بريطانيا. تحياتي لكم في رعاية الله.